تحركات جاءت نتيجة رفع سقف المطالب الحوثية ومحاولة الضغط على الحوثيين وإعادتهم إلى المربع الذي انتهت إليه الاتصالات المباشرة بينهم وبين السعودية بوساطة عمانية. والمجتمع الدولي يشعر الآن والإقليمي بأن الحوثي عاد بالجميع إلى منطقة الصفر فيما يتعلق بالاتصالات والمحادثات، ورفع سقف مطالبه، قدموا مطالب جديدة تعجيزية لا تتسق وجهود السلام المطلوبة. هذا بالضبط ما يحدث الآن، والاتجاه هو لمزيد من الضغط الدولي على هذه الميليشيات. طبعا يعني أفهم من كلامك دكتور عبد الحفيظ بأن هذه التحركات هي استرضاع، يعني كما عهدنا لو يتذكر الناس المحطات، يعني محطات الاتفاق كانت هناك يعني وصادات لاسترضاع الجانب الحوثي، لماذا يترك له المجال بهذه الكيفية؟ هي ليست لاسترضاع الميليشيا الحوثية، لكن ما يحدث اليوم أنه يتلاعب حتى بما تم الاتفاق عليه، مثل ملف الأسرى كان من الطبيعي من المجدول يعني ضمن برنامج الأسرى أن يكون هناك لقاء بعد يعني خلال شهر في هذا الشهر، وأن يتم من خلال هذا اللقاء استكمال عملية إطلاق الأسرى لدى الجانبين، ولكن الحوثي وفتح الطرقات، لكن الحوثي الآن لم يعد يعني متحمسا أو أنه أغفل أجل مثل هذا الملف كنوع من الابتزاز. وما يحدث من المجتمع الدولي هو ليس تدليل للحوثيين، وإنما هو محاولة لإثنائه وإعادته إلى يعني من حيث انتهت الاتصالات والمباحثات السعودية الحوثية، لأن الحوثيين عندما شعروا بأن بسلة الحوافز التي منتهم بها المملكة العربية السعودية زاد طمعهم، وشعروا وكأنهم يستطيعون أن يضاعفوا ابتزازهم ويناوروا أكثر المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، وربما أنهم أساءوا تقدير الرغبة السعودية في تحقيق السلام والرغبة السعودية في تشجيعهم على الانتقال إلى مربع السلام. طيب، بل وتشجيع الطرفين يعني. طيب دكتور، يعني الآن يعني هناك رغبة وتوجه سواء عربي أو دولي أو أممي كذلك نحو السلام أو تثبيت سلام دائم، يعني كيف سيكون هذا السلام دون نزع السلاح من الجماعة الحوثية؟ هذه مسألة الآن سابقة لأوانها، لأن الآن عدنا إلى مربع تثبيت الهدنة وإطالة مدتها أولا، ومعالجة الملفات التي كانت قد أنجزت أجزاء منها، التي هي ملف استكمال ملف الأسرى والبدء في الملف الاقتصادي على ضوء ما تم الاتفاق عليه، ومنه دفع المرتبات وطريقة وكيفية دفع المرتبات والملف الاقتصادي بشكل عام بما فيه مسألة الموارد. لكن تهديد الحوثيين للموانئ النفطية ولطرق التجارة الدولية ولشركات النفط أعادنا إلى مربع الصفر في الملف الاقتصادي، وبالتالي ملف المرتبات مرتبط ارتباط عضوي بمسألة رفع التهديدات الحوثية وبمسألة معالجة الملف الاقتصادي كاملا والإنساني. إذن نحن أمام منظومة من التعقيدات يصنعها الحوثيين كلما تقدم الآخرون في الحوار معهم وحاولوا تشجيعهم. نعم.